بغيت نقول لكم انا موجوده في هذا التكريم ديال نور الدين بك رحمه الله. نور الدين عزيز علينا ودوزنا مع ايامات قديمه ودوزنا مع زعما كان من اطياب الخلق نور الدين، الله يعمر ليه الدار، الله يرحمه، الله يجعل البركه في وليداته وفي بنياته وفي مراته، وتنتمناو ليه الرحمه عند سيدي ربي. وكل من هو فنان مريض الله يشافيه، وكل هو صحيح الله يعافيه، وهذا الشيء اللي بغيت نقوله. التكريم ديال نور الدين بكر كان خصو يكون في اليامات اللي كان باقي حي، واليامات اللي كان مريض خاص الانسان يسول عليه، والتكريمات اللي كيداروا من بعد الممات بلاش، لان بنادم مات رحمه الله خاصو يتكرم وحي ويشوف شنو كاين وحي. هذا الشيء اللي بغيت نقول. هذا النهار يعني الكبير اللي كان في التأبين ديال السي نور الدين بكر الله يرحمه، فكنحسوا بواحد الألم وواحد الحزن اللي ذاك الجرح باقي ما براش، ولكن ما شاء الله الله أعطى الله أخذ، ما عندنا منين نهربوا، والله يلحقنا عليه مؤمنين والمغفرة لنا وله. ولكن نور الدين مشى واحد الطرف ديال الفكاهة، الفكاهة اللي يعني الشريفة، الفكاهة اللي تقدر يتفرجوا فيها الأب والابن والابن أو الأم وبنتها. ولهذا نور الدين عمره ما تتنسى، وقف مع ناس فنيا، وقف ناس فنيا، صلح ناس، استفدنا منه. فنور الدين آخر لقاء معاه هو ذاك آخر عيد ميلاد ديالو اللي داروا، تحية للخيار اللي داروا بمناسبة التكريم ديالو، وحضرنا فيه، فكان آخر لقاء اللي ما عمره يتنسى. وشكرا. اليوم نقف تأبينا لرجل أعطى فوق الركح وعلى شاشة التلفزة وعلى الشاشة الكبيرة للسينما. اليوم نقف تأبينا لمن؟ لروحه التي ودعتنا منذ 40 يوم. اليوم نقف بالفداء أرض النضال. لماذا الفداء؟ لأنه ازداد بدرب سلطان الفداء، وترعرع بدرب سلطان الفداء، ولمع وأخرج عدة مسرحيات بدرب سلطان الفداء، وتوفي وغادرنا من أرض درب سلطان الفداء. إذن من واجبنا أن نؤبنه في عقر داره، أن نؤبنه في حومته، أن نؤبنه بين أصدقائه. لهذا اخترنا المكان والزمان، هو الذكرى الأربعينية. اليوم سنعلن أن الفن والفنانين يكرمون في حياتهم وفي مماتهم بعد. فنور الدين بكر للتاريخ كرم في حياته، لأنك هناك من يجهلون هذا الشيء ويقول لك راه تفكرتوه حتى من بعد الموت. لا، هو كرم في حياته، واليوم التأبين هو اعتراف، التأبين هو أن نقول للناس من أضحككم سيبكيكم وسيضحككم في تأبينه. رحم الله نور الدين، وإنا إليه وإنا إليه راجعون. وشكرا لكل من ساهم في هذه التظاهرة، وموعدنا مع تظاهرة أخرى في الحي المحمدي وفي البرنوصي وفي البيضاء وفي المغرب، لأن نور الدين بكر هو ملك للمغرب. فشكرا لجلالة الملك على الالتفات المولوية، شكرا لسمو الأمير مولاي رشيد على التعزية الشخصية التي لم تعلن قبل في وفاة أي فنان. مات الرجل عاشت معه ذكرياته وستبقى خالدة في سجل التاريخ. شكرا لجميع المنابر الرقمية والإلكترونية التي تواكب الحدث، وشكرا خاص بطبيعة الحال لأنوار بليس. احنا كنتواجدوا الآن قاعة محمد الخامس التابعة لمقاطعة الفداء، بصدد التأبين يعني الحفل التأبيني ديال الراحل الرائد الفنان الكبير نور الدين بكر، اللي كيرجع ليه الفضل يعني في أنه بصم الحياة الثقافية والفنية ببلادنا بالعطاءات ديالو وبالفن ديالو وبالمسرح ديالو وبالتميز ديالو وبالريادة ديالو في الفن المسرحي والسينما والتلفزيون. سي نور الدين بكر عرفوا الجمهور المغربي بعدة أعمال مسرحية وسينمائية وتلفازية، واللي كان فيها دائما رمز ديال العطاء، رمز ديال الفن الراقي،
رمز ديال الفنان المعطاء، الفنان المتعدد المواهب، فهو يعني في التشخيص ديالو ووجوده فوق الروح كيكون واحد وجود واحد كاريزما كبيره، وكتحس بانه هذاك الفن اللي خارج من القلب، وبالتالي كيلقى الصدى ديالو عند الجمهور المغربي. وانتم يعني الاعلاميين والجمهور المغربي وكل المتتبعين ديال الشان الثقافي والفني راه كيعرفوا البالماريس ديال المرحوم نور الدين بكر، كيعرفوه بالعطاءات ديالو المسرحيه اللي خلى لي شيدوفر، وخاصه مع مسرح الحي. انا سي نور الدين بكر عندي به علاقه لما كان في التلفزيون في السبعينات اللي دوز زهور وقدور، وكيفاش كان الراجل كيتحرك في هذيك الملحمه ديال زهور وقدور اللي كان خرجها يسري شاكر. اليوم كنبغيو نحييو مقاطعات الفداء، وكنبغيو نحييو السيد الرئيس الاستاذ قليوين الفاعل الجمعوي، اللي هو قبل اللي يكون فاعل سياسي وقبل اللي يكون رئيس مقاطعه فهو فاعل جمعوي وهو فنان، وكنبغيو نحييو اصدقاء الفنان نور الدين بكر، ومن ضمنهم بالاساس الاخ العزيز الاستاذ فريد المقدر، اللي انا عايشته لا هو ولا السي علي برونو، عايشته هذه الايام كيفاش حضر لهذا اللقاء بشراكه وبعمل مشترك مع المقاطعه ومع السيد الرئيس ومع كل يعني العاملين بهذه المقاطعه. هذا هو الوفاء، هذا هو العطاء، هذا هو الوفاء لواحد نصف قرن من العطاء ديال السي نور الدين بكر. ويعني انه السي نور الدين بكر كيما شفتوا قال لك الى كل واحد ترحم عليا من الجمهور غادي توصلني الرحمه، فعلا نترحم عليه ونقول رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته، والله يجعل قبره روضه من رياض الجنه.